شنو نورت بغداد يبوي واحد يقول لك نورت بغداد تعيب لي نورت بغداد ترى طلع سوايفش كلهم سويتيني من البارحه لحد الان هاي اني ساكت احسن هاي اني طبعا هاي النوب فوقاي فوقاي ليش ايش سويت اسكت مستحيل احكي ايش ايش سويت والله زين يعني انا مو زين وياك انا مو زين وياك شوفوا انتم من هالنظره ما انتم حكموا يعني اذا كنت انا زين ويا لو لا افكر اطلع سوالفك باعوه يسكت لان يدري بروحه انه هو غلطان ليش؟ لانه مو صاحب حق شنو هو؟ تليفونك بيدتي على الغلط والله انت صنف خطر ولا هو جاي ايش تحكي؟ يقوم يمشي اذا جبت التليفون من ايدي لا ايش تحكي علي؟ ايش تحكي علي؟ اصلا اختي ورده اما بالرقي وبالكبر مال عمر هسه ما ادري انت اصلا هذا ليش تحكي علي؟ شو تريد؟ ليش تحكي علي؟ شو تريد؟ اللي اريد اعرف من انت ليش قاعد تحكي علي؟ احنا نبي نسوي يمنا هاي طفي هاي ناينر شلو طالع كيوت طبعا قاعدين وين يا مكان شرحي لهم شوي لا لا يطلع لا ست ضارب بالذوق لا بس والله طيب لا ترى جاي اللي بيجا هو بوقه 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 ما ياكل ليه حبيت لا ترى طيب الماكل ما تاك ما طيبه ما تاك اوكي قلت جاي لا يعبون تليفوني مو يا يما كيفي كيفي اصور ورشه كيفي كيفي شو ايش تجاوز كيفي الفلاش فضحك والله ارفع الكاميرا على وجهي بس ما راح اخصك شو قاعد تسوي شي ما شاء الله طلعت له شامي مسحي صح مسحي صح بوجهي مسحي خزيتيني وين؟ ناني خزيتي قدام الاسلام قدام امه محمد تعال تعال شنو هو وصف ايش بيجي غسلي وجهك؟ قرقص قرقص انت مو مكانك في المطبخ؟ من اللي قال هذا الشيء يا غبي؟ ايش عدد السوق؟ تاكسي كريم شوفر المنصور انا وغاده وكرار منصور طبعا كلش كلش هو جنن ها حرامات دخلوا ليش حرامات دخلوا بس ليش ما عبرك مشوار هكر ما شافوه لحظه لحظه ليش حرامات دخلوا حرامات يعني ليش نكدت عليه ليش نكدت عليه كدت عليه انت وش لين كيف بقى من العراق وما خلتني وما خلتني اشوف فيلم زوين والله با انا طيارتي الساعه بالستة والا اروح انا من هالشرق ابوي ما راح يجي بس والله فيهم قال لك هسه واحد يحكي من عندكم لو انت لو لغه لو الحرف اللي سويت له هيك انا ابوي ما راح يقتل قبل فيهم قال لك والله اخر فيلم بتسعة وربع والله العظيم والله العظيم وارجع اشوف الفيلم والله بس جدك كنت شايف انا سالته بالامنيه قلت له السينما وين صايره انا هذا هذا المكان كان قال وين السينما معزله طلعوا الولد الشباب طلعوا اشريل طلع عن طيارتي ان شاء الله الساعه 6 الصبح اوكي شنو رايك قلت لك انا رايي قبل اروح طيارتك اروح ماشي حتى الستة أنا طاير إن شاء الله كريم طيارتي الساعة بالستة وأنت تدري ما قعدتني ليش قد شنو 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 أنت قلت لي قعدني بتلافي بس انقهرت عليك شفتك نايم يلا والله بشرفكم
والله شفتك نايم جيتك ردت اقول لك سيمون طيارتك نوم الدنيا يلا بالله ايش تحجوني يا طيارتي راحت طيارة راحت وصلت للع وصلت للدير طيارتك وين للدير وصلت